نغسل اليدين نغسل اليدين نغسل اليدين قبل الطعام نغسل اليدين بعد الطعام نغسل اليدين بعد اللعب والخروج من الحمام نغسل اليدين بعد التلوين نغسل اليدين واللعب بالطين نغسل اليدين قبل الطبخ وبعده وعجن العجين نغسل اليدين إن عدنا للدار نغسل اليدين ذلك أن الأقدار نغسل اليدين هي مواد وكائنات جدا صغار نغسل اليدين إن مسنا الحيوان نغسل اليدين إن نظفنا المكان نغسل اليدين فالنظافة تحمينا ولصحتنا عنوان نغسل اليدين قبل وبعد الطعام بعد اللعب والحمام بعد التلوين والطين وقبل وبعد تحضير الطعام إن عدنا للدار لأن الأقدار مواد وكائنات صغار إن لمسنا الحيوان إن نظفنا المكان فالنظافة للصحة عنوان نغسل اليدين نغسل اليدين نغسل اليدين نغسل اليدين طعم
طعم الخضار، ما أروع طعم الخضار، كم تتنوع بالألوان وفق الموسم والمكان، فول، خيار، بازلاء، ملفوف، جزر، فاصوليا، يقطين، فلفل، طماطم، بصل، كراث، باذنجان، ثوم، ذرة، بقدونس، كوسة، بامية، بطاطس، حمص، كرفس، قرنبيط، هليون، خس، وجرجير، ما أطيب طعم الخضار. لا تنسوا أن تشتركوا بقناة كرزة.